توقيع اليوم يعني لكتاب رحلة إلى باريس أو على جناح دراجة من طنجة إلى باريس هو نقول أول ظهور لهذا الكتاب في المغرب بعد فوزه بجائزة ابن بطوطة للرحلة، وهي جائزة سميت على اسم رحالة طنجي الكبير ابن بطوطة الذي سبق العالم في السفر وسبقنا جميعا. فجئنا نحن لنكمل هذه الرحلة، ويعني بصفتي ابنة طنجة كان من الجميل أن يعني أن أحمل جائزة بهذا الاسم. واليوم جئنا نحتفي بالكتاب مع القارئ المغربي، مع الأصدقاء في المغرب من الكتاب والقراء، وكان يعني لقاء جميل لأن الكتاب لا يحيا بدون قارئه وبدون محبي القراءة ومحبي الكتب. بالنسبة للإقبال، أعتقد أن الإقبال جميل. كنت مؤخرا في معرض أبو ظبي وكان الإقبال ضعيفا جدا. هنا حميمية كبيرة للقارئ المغربي الذي يعني هو مهتم بالقراءة بالرغم من ضعف القدرة الشرائية للأسف وغلاء الكتب وغلاء الورق، لكن مع ذلك القارئ المغربي يقاوم ويشتري. بالنسبة لي مع دار النشر اللي هي دار العربية للدراسات والنشر لصاحبها، وهو من أكبر ناشرين العرب ومن أكثرهم يعني خبرة، الأستاذ ماهر كيالي، اتفقت معه على تخفيض كأنه يبيع النسخة للكاتب وليس للقارئ، وهذا شيء جميل حيث أن السعر هو من أقل يعني ما يوجد في المعرض بسبب كرم الناشر، لأن إذا لم يشترى الكتاب إذا لم يقرأ فلا فائدة من وجوده.